أما في الصفحة الدينية فقد شهدت اليوم قاعة الدكتور حسين حسن أبو بكر بجامعة الملك فيصل حفل تسليم مهام مكتب أمانة النشاط الطلابي الجديد وتكريم المكتب السابق. حضر المناسبة نائب رئيس الجامعة البروفيسور محمد صالح أيوب والأمين العام للجامعة الدكتور أبو بكر ولر وعدد من المسؤولين الإداريين. مزيد من التفاصيل مع الزميل سعيد أحمد حسن. هكذا هي الحياة الإدارية في شكل دوري مستمر، مكتب أنهى مهامه وآخر استلم المهام لتوه، وكل هذا لإدارة دفة العمل نحو الأفضل. متى ما كان العقد اختير من الجواهر واللآلئ كلما أعطى زينة لهذه العمادة، ونحن الآن سخرنا كل ما بوسعنا لخدمتكم ثقافياً ورياضياً وتربوياً. يتكون مكتب أمانة النشاط الطلابي الجديد من 12 عضواً، عضوين لكل أمانة يرأسهم الطالب حسين حمد الكريم. لهذا المكتب دور كبير في تسيير وتنظيم الأنشطة الطلابية داخل وخارج الجامعة، وجامعة الملك فيصل بتشاد تعطي أهمية كبيرة لهذا النشاط لما يلعبه من دور فعال في تكوين الطالب الجامعي. هذا ما جاء في كلمة نائب رئيس جامعة الملك فيصل البروفيسور محمد صالح أيوب قبل إعلانه عن انطلاقة الأنشطة الجامعية. وقد تعهد الأمين العام الجديد لأمانة النشاط الطلابي بجامعة الملك فيصل ببذل قصار جهده لإعطاء دفعة نوعية. لنا أمل في تقديم المزيد والكثير هذا العام بمشيئة الله سبحانه وتعالى، بما أنه يعني عام جديد لهذه الأمانة، ستقدم إن شاء الله كل ما لديها من إبداعات من أجل الطالب الجامعي. صلاحية هذا المكتب تنتهي بعد عامين، والسؤال المطروح ما الذي سيقدمه خلال هذه المدة؟